ناخد الاول عبر الهاتف الان المحترم استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك معايا. الله يخليك يا كريم، تسلم، كلك ذوق، ربنا يخليك. يا رب يخليك. بدايه نطمئن على نادي الزمالك ما قبل السوبر المصري والحاله، حاله الفريق سواء الفنيه او المعنويه. لا الحمد لله في حاله تركيز عاليه جدا جدا، واللعيبه خلاص يعني انهت تماما فكره السوبر الافريقي، ودلوقتي في يعني ان شاء الله اصرار وعزيمه على تحقيق بطوله السوبر المصري، ويعني نتمنى التوفيق من ربنا. طيب وانا داخل على الهواء النهارده منذ لحظات يعني سمعت انه الزمالك قد يوقف قيده مره اخرى بسبب قضيه اشيمبونج، هل الكلام ده حقيقي يا استاذ احمد؟ هو رسميا لسه، بس هو متوقع، واحنا قلنا ان احنا متوقع في الاسبوع الاول من اكتوبر يحصل وقف بسبب مستحقات اتشيمبونج، فده امر يعني مش هيكون غريب لو حتى حصل رسميا او نزل على السيستم، والمجلس مستعد تماما لقرار زي ده، يعني زي ما قلناها قبل كده دايما في اولويات في حته القرار بالذات فيما يخص رفع القيد، لو احنا في فتره قيد او مش في فتره قيد اصلا، او لو في صفقات جايه او لا، او لو احنا قربنا من يناير او الانتقالات الصيفيه او لا، فكل الامور دي بتتحسب بشكل موضوعي، بنشوف الاهميه الاولويه ايه، لان طبعا في مستحقات لعيبه، في دفعات بدايه الموسم للعيبه، يبقى دايما عندك اختيارات ما بين حاجه اهم من حاجه، هايل. وبعد كده بيتخذ القرار الاسلم يعني. هايل. النادي الروماني بوخارست كان اعلن منذ ايام ان بطاقه موبينزا الدوليه هتصل الى النادي وهيشارك بشكل طبيعي مع النادي، الزمالك موقفه ايه وتحركاته في هذه اللحظه بخصوص قضيه موبينزا؟ بص هو في واضح ان في يعني لبس في موضوع بوبينزا، في حته ان الناس اللي بتقول الزمالك ليه ما اشتكاش من الاول، هو الوضع القانوني لبوبينزا لغايه ما يتم اصدار بطاقه اخرى لنادي اخر، هنا بدا الموقف القانوني يبقى محتاج تدخل من الزمالك، يعني ما قبل كده مجرد لاعب تعاقد معاك وما نفذش، دي ما بتكونش بقوه ان لاعب وقع لناديين، ففور علم الزمالك بان خلاص بوبينزا بدا او هيستقبل بطاقه مؤقته او حتى لو بطاقه دائمه، وده قرار متوقع جدا على فكره، يعني اي حد فاكرين مشكله كهرباء مثلا او مشاكل اخرى تانية، لما بيبقى في اي خلاف قبل ما الاتحاد الدولي بيستمع لاي طرف بيديله بطاقه مؤقته عشان مستقبل اللاعب نفسه يلعب، واثناء اللعب او اثناء كده بعد كده بيدخل في الموضوع. لغايه النهارده الفيفا ما عندهاش اي فكره عن موقف الزمالك غير ان البطاقه موجوده بحوزه الاتحاد المصري لكره القدم، لكن اوراق الزمالك ومستنداته وموقفه القانوني لسه هيبدا يعرض مع الشكوى اللي هتتقدم للفيفا خلال ايام قليله قادمه ان شاء الله. هايل. منذ ساعات قليله اعلن منتخب مصر خروج دونجا من المعسكر للسفر الى موريتانيا، هل تواصلتوا مع الجهاز الطبي للمنتخب وهل دونجا حالته تسمح انه يشارك في مباراه السوبر المصري او مباريات السوبر المصري ولا؟ احنا في انتظار دكتور محمد اسامه، طبعا دكتور محمد يقوم دايما مجهود كبير جدا مع لعيبه الزمالك وعلى تواصل شبه يعني دائم مع كل اللعيبه، في انتظار بس ان الدكتور محمد يدينا التقرير الطبي الخاص بدونجا ونشوف، وربنا يسهل، ان دونجا عمود يعني اساسي من اعمده نص الملعب، هو اللاعب الاساسي في مركز سته، فنتمنى ان شاء الله ان هي تكون اصابه بسيطه ويلحق ماتش السوبر باذن الله. بعد الفوز بالسوبر الافريقي والحاله المعنويه الكبيره اللي عند النادي الزمالك وجماهيره بكل تاكيد كلام، هل الزمالك هيعمل صفقات جديده ولا توقف عند هذا الحد وهيشتغل بالفريق ده اللي حقق السوبر الافريقي؟ الملف مفتوح، ما زال مفتوح، قد يكون هناك صفقات جديده وقد لان ممكن يتم تاجيل الامر ليناير، لان خلاص هو يعني الفكره ان كان في ضغط بس للحاق بماتش السوبر الافريقي، مباراه السوبر الافريقي الايام دي كان في ضغط ان حد يلحق السوبر المصري، لكن فيما بعد لو بدا السوبر المصري على الوضع الحالي هيبقى خلاص فاضل بعد كده شهرين اللي هم يمكن 11 و12، دول هيكون عدد مباريات الدوري فيهم مش كبيره قوي، فممكن يتخذ قرار بارجاء الصفقات ليناير، وممكن لا، ممكن تظهر صفقات قبل غلق باب القيد، فالامور مفتوحه يعني غير محسومه حتى الان. ايه سبب فشل صفقه إيجاريا او ما كملتش مع نادي الزمالك؟ ان الديل ما تنفذش زي ما الاداره يعني اتفقت في الاول، ان يبقى في فتره اختبار ومعايشه 10 ايام مع كشف طبي مفصل، اللاعب حب ان هو يكتفي ب 48 ساعه ويشوف موقف الاداره النهائي ايه، يا تعاقد يا لا، فالاداره شافت ان يعني الاستعجال في موضوع زي ده بدون التروي او بدون يعني متابعه اللاعب فنيا لمده اطول في نوع من المجازفه شويه، فوجهنا الشكر للاعب بمنتهى الاحترام. هل كانت عمل كشف طبي ولا ما عملش كشف طبي؟ عمل جزء كبير من الكشف الطبي. والكشف الطبي كان هو اللاعب سليم تماما ولا كان عنده مشاكل؟ ما يعني انا ما جالناش التقرير النهائي، لكن يعني ما الاتفاق كله لم يكتمل يعني.